بخصوص البايثون كلاسز، السنتاكس العام عندك بهذا الشكل، تكتب كلاس اسم الكلاس، تمام؟ بدل ما انت بتحط النقطتين بديت انه سكوب جديد، كل هاي الشغلات هذا عبارة عن empty class، الباث هي عبارة عن empty statement، ف empty class بهذا الشكل، تمام؟ طيب احنا ممكن نعمل class point تمام؟ كيف؟ x و y بدنا نعرفها في الاتريبيوتس، فبدنا نعرف الانستراكتور دبل اندرسكور انت يبقى الباراميتر الاول تمام؟ والباراميتر الثاني بالاضافه للسيلف في البدايه زي هيك تمام؟ الان السيلف هذا عباره عن بوينتر لنفس الكلاس لنفس الكلاس يعني زي الديس بالضبط. وركز معايا لما اقول سيلف دوت اكس بتساوي اكس، سيلف دوت واي بتساوي واي، شو معنات هذا الكلام؟ لما احكي سيلف دوت اكس معنى ذلك انه الاكس اتفق على البوينت كلاس كاتريبيوت بتساوي الاكس اللي انت مررتها باراميتر في الانستراكتور، تمام؟ انت ممكن تستخدم اسماء مختلفة، تمام؟ ولكن هيك انت بتفرق بيناتهم وخلاص، يعني انت يعني خلاص بتتعود على هذا النظام اللي تبع الكلاس. كيف يعني لوكال؟ لا، ما دام انت عملت سيلف يبقى هذا اكسسبل انه في كل الممبرز تبعت الكلاس. لا، ممكن انت تعرف زي هيك انه انت في البايثون انت يعني مكان التعريف انت عندك بالنسبه لك مش مهم، فبالتالي انا بدي لك انه البيست براكتس في كتابه الكود. انا ممكن اقول انه سيلف اكس بتساوي مثلا نان، وانه سيلف واي بس ملوش لازمه، يعني بالضبط انت اول ما تكتب سيلف خلاص هدول صاروا، بقول له خلي بالك هدول ممبرز تبعت للكلاس، تمام؟ كيف؟ هنا؟ صحيح. في لاين 5 و 6 هذا الكلام ملوش لازمه، تمام؟ طيب في عندك كذلك اذا بتتذكر احنا الدوال التاب على التابل ايش في انت عندك؟ عندك هاي الانت تنزل من السوبر كلاس، وايش في عندك كمان؟ في عندك الاس تي ار هذه برضه بتنزل من السوبر كلاس. الان انا ما بديش اعمل ولا عمليه ثانيه على الكلاس، وايش بدي اسوي؟ ب1 بتساوي بوينت 3 و4 برنت ب1 كيف؟ لانه هاي ما شغلتوش لسه. ايش بروح برجع لك؟ بالضبط هذا عباره عن اوبجكت، بوينت اوبجكت موجود في الذاكره، وهي الادرس تبعه في الذاكره، ملوش سترينج ريبريزنتيشن. انت لما تقول له برنت لمبريبتيف داتا تايب او حتى ليست او حتى ديكشنري عارف الريبريزنتيشن تبعه، لكن انت قلت له بوينت بتقول لي برنت للبوينت، كيف بدي اطبع البوينت؟ تمام؟ ف بدي اروح اعيد الكلاس هذا واعمل له string representation underscore double underscore str، طبعا بياخذ self
وما دام string representation print return مش print. وبدي اديكم الداله فورمات بالمره. تمام، الداله الفورمات لاحظ انا ايش اعطيته؟ string dot format، بس جوات السترينج ايش حطيت؟ البراكتس هدول. البراكتس هدول حيتم استبدالهم بالفاليوز اللي انا حمررها لداله الفورمات. تمام؟ ساعتها لما تعرف point صار في لها string representation. بالضبط، يعني هذه السيلف اكس حتروح على القوس الاول. ما دام انت حطيت هنا 2 يعني اقواس انه brackets، يبقى هنا لازم يكون في 2 parameters. فالاول بروح للاول والثاني بروح للثاني زي هيك. تمام؟ وممكن تعمل فورمات انه على سبيل المثال بتروح بتمرر باراميتر هنا انه بدك تطبع float، بس الفاصله العشريه عباره عن تنتين، برضه بتعملها بنفس الطريقة. تمام؟ فدالة الفورمات يعني ممكن انه انت يعني بايثون فورمات هتلزمك كتير وحتمر عليك كتير. يبقى هنا عندك قوسين، يبقى هنا في عندك value 1 value 2 بهذا الشكل. هذه ممكن تكون any type integer string character float الى اخره. تمام، حتلاقي برضو انه انت ممكن تطلع على الهلب انه تشوف كيف تعمل formatting للنمبرز بتمرر هذول الشغلات جوات الاقواس. s يعني string، d يعني decimal integers اللي هو base 10 من 0 ل 9، f float. تمام، فهذه انه هي فلوت وحاطط قديش الارقام العشريه هيو زي هيك انه زيرو الباراميتر زيرو نقطتين التايب تبعه فلوت. تمام، وانه عمل له فورمات بهذا الشكل. فهي صار في عندك معرفه بداله الفورمات وممكن ترجع للدوكيومنتيشن تبعها. اللي بدي اوصل لك اياه بهذا التعريف انه بدي اوضح لك شغلتين. بدي اياك تعرف تتعامل مع البلت ان فانكشن اللي موجوده في البايثون اللي هي كلها بتيجي بالاندرسكور، اللي انا كنت احكي لك انه خلي بالك انه هذه بدنا ناجلها لموضوع الكلاس. فانت عندك هنا الدي اي ار، هذه داله فاكرها مرت عليك، هيني مستخدمها هنا بالضبط. تقدر تعملها اوفررايد وتعملها امبلمنتيشن، تعمل ريتيرن للايش الشغلات اللي بدها تطلع في الدي اي ار. تمام، في عندك داله الدوك دوكيومنتيشن تبع الكلاس ايكوال، لو بدك تقارن كلاس مع كلاس عرفت بيرسون، لما تقول اذا كان البيرسون هذا بيساوي البيرسون هذا بناء على ايش؟ بناء على الايش؟ بناء على الانكم، له نفس الانكم، هذا الشيء انت بتتحكم فيه. تمام، الفورمات برضه ممكن تعملها اوفررايد. عندك جي جريتر جريتر ذان اور ايكوال، هذه جريتر ذان بس. تمام، انت عندك الانيت كونستراكتور، هذه الهاش اذا بدك تعمل هاش للكلاس، هذا اذا بدك تحول الكلاس لايتيرابل اوبجكت تقدر تعمل عليه لوب يعني. تمام، اللينث هذه برضه داله بيلت ان، هذه ال اي ليس ذان اور ايكوال، هذه ليس ذان، هذه مالتيبليكيشن. الاد لو بدك تضيف
ايتم معينه للكلاس انه انت لو احتجتها بتعملها امبلمنتيشن، ما احتجتهاش بتسيبها فاضيه انه بدون اوفررايد. تمام؟ فنفس الفكره السايز اوف قديش الحجم تبعه في الذاكره، كيف بدك تحسبه؟ لو انت في عندك حسبه معينه بتروح بتعمل سم مثلا لكل الاتريبيوتس اللي موجوده جوا، بتعمل ريتيرن للسايز تبعها اللي موجود في الذاكره. فهاي الشغلات كلها اللي انت ممكن تعمل اوفررايد. انا ايش عملت اوفررايد لايش؟ للاستيار. الانت هذا يعني شغله ضروريه لازم. تفضل. علي صوتك. بقدر استخدمها جوا الكلاس وبرا الكلاس صح؟ زي ايش؟ ايش قصدك بالبلت ان فانكشن؟ مثلا دير واختيار ار. بقدر استخدمها جوا الكلاس وبرا الكلاس، لما استخدمها يعني برا الكلاس لازم احط التو اندر سكور قبل وبعد ولا كيف؟ مش فاهم ليش يعني التو اندر سكور يعني انا هالكيف حكيت انا بدي اعرف تو بوينت. حكيت الليس دان، داله الليس دان متى بيتم استدعائها بشكل امبليسيت؟ لو انت على سبيل المثال قلت انه اف بي 1 اصغر من بي 2 بشكل امبليسيت، هو بروح بيستدعي الداله المقابله لهي الاوبريتور اللي هي اصغر من، يبقى بروح بدور عندك في الكلاس وين انت معرف الليس دان وبروح بنفذها. تمام؟ دالة الايكوال لو انت قلت والله اف عفوا هذه يفترض بي 2، لو انت قلت انه ايكوال ايكوال تمام؟ بالضبط هو لحاله انه بتكون بيعمل بايندينج بين هدول الاوبريتورز وبين الشوزمو. دالة الاس تي ار ما دام انت بتعمل برنت يبقى بتدور على سترينج ريبريزنتيشن، فلحاله راح استدعى هاي الدالة. يبقى انا هنا ما استدعيتش بوينت او بي 1 دوت اندرسكور اندرسكور اس تي ار، لا لوحده بشكل امبليسيت استدعاها لانه بدي سترينج ريبريزنتيشن للكلاس، فلحاله راح استدعى الداله. بقيه الدوال زي هيك. تمام؟ هذه الدوال كلها اللي بالاندرسكور ما فيش داعي انه انت تستدعيها بشكل مباشر، بيتم استدعائها بشكل ضمني. لكن الدوال الثانيه انه انت ممكن تعرف الداله الخاصه فيك مثلا، او على سبيل المثال انه def compute او calc distance وبدي ادي له self انه نفس البوينت مع بيت نيم، احسب لي المسافه بين النقطه هذه ونقطه ثانيه. تمام؟ هذه داله انت بتستدعيها بشكل implicit. تمام؟ ساعتها بتروح انه بتحسب المسافه يعني ككارتيز، يعني الاكس مع الاكس والواي مع الواي، وبتشوف قديش انه انت بتحسب المسافه وبتعمل ريتيرن لنمبر، وهذه انت بتستدعيها انا اعرف لك هنا بوينت 2 بي 1 دوت كال ديست بي، هيك بيكون ديست. تمام؟ وتحط الامور. تبقى هاي النقطة الأولى اللي بدي أوضح لك إياها في الكلاسز، لأنه إحنا حنتعامل مع مكتبات، وحتيجي انت تتعامل مع مكتبات انت بتروح بتعرف اوبجكت وبتروح بتعمل له اكستنت من السوبر كلاس، يعني مثلا النيورال نتورك بتعرف النيورال نتورك خاص فيك وبتعمل له اكستنت من النيورال نتورك الخاصه في هذه. فبيبقى موضوع الانهيرتنس حنشوفه الان بالاضافه للبيلت ان فانكشن، تعرف ايش معناها وكيف بيتم انه استخدامها لو انت عرفت الكلاس. نيجي لموضوع الانهيرتنس. واضح يا جماعة؟ مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ واضح؟ موضوع الانهيرتنس انه انا في عندي كلاس A بدي اعمل انهيرتنس كلاس B بالضبط. يبقى هذا عبارة عن سوبر كلاس وهذا عبارة عن سب، أو ممكن أقول إنه بي
هو عبارة is a sub class of recursion. هذا الجنرال سينتاكس. تمام؟ نيجي الآن لناخذ مثال. كيف؟ ما هو هذا أنا عرفته إمتى؟ في المثال حيبين معنا هذا الشيء. class rectangle راح لاحظ إنه دائما في الفاريبل إنه ببدأ أنا دائما underscore، لكن النيمينج كونفنشن في الكلاسز إنه الكلاس دائما ببدأ بأول حرف كابيتال. أعرف الكونستراكتور تبعه. خليني أعرفكم بالمرة الديفولت فاليوز. طول 3 والعرض الطول 4 والعرض 3. كيف؟ هذول الديفولت بالضبط. سيلف نعمل string representation بالمرة. return خلي بالك مش print. نعرف دالة. طبعا تفكير الاوبجكت اورينتد انه هو اوبجكت انه كينونة قائم بحد ذاته وبيسوي المهام تبعته لحاله، ممكن اطلب من الاوبجكت هذا انه لو سمحت احسب لي المساحة تبعتك. get شو المساحة؟ هيك خلصت عن الكلاس. هذا بدي اعتبره السوبر كلاس تبعي، بس خلينا اعرف لك عشان الديفولت يبقى ار1 بتساوي هذا ريكتانجل بالديفولت، فلما تطبعه شوف كيف. ونعرف ار2 وندي له باراميتر 6 و4 وبدي اطبعه. بدي اعرف واحد ثالث وبدي استخدم النيم تبع الباراميتر. مع انه الاوردر مختلف. تمام؟ عشان هيك دائما انت في استدعاء الداله دائما استخدم اسماء الباراميتر. يعني شوف لي مين اكثر ريدبل
ريكتانجل 6 و 4 ولا ريكتانجل الويث بتساوي 3 واللينث بتساوي 10؟ هذا ريدبل اكثر. تمام. فشوف لي هذول الاربعه الثلاث ريكتانجلز تمام. يبقى R1 default constructor default parameters، R2 parameters. بس خلي بالك إذا ما استخدمتش الأسماء ساعتها إيش بيصير؟ حسب الأوردر، حسب أنت بدك تكون متذكره في ذهنك، وهذا صعب. فأفضل إشي best practice إنه أنت تروح على ثلاثة. تمام؟ فهي عرفنا ثلاثة rectangles. نيجي الآن للإنهيرتنس. بدي أعمل كلاس تاني، بدي أعمل extend للريكتانجل. كيف؟ بدك نستدعي المساحة هاي. مش فاهم سؤالك كمان مرة. فقط اسم كلاس وبعدين تضع الاسم الكلاس هذا اللي تضع فيها طبعا سترينج. يعني ليش ما حسب المساحه مع اي نص؟ ايوه هذا هذه السترينج ريبريزنتيشن. انت بتطبع معلومات عن اللي بدك تضيف هنا، معلومات المساحه بنضيفها. هو انا سؤال هون، ليش طبع نفذ الستير وما نفذش ال؟ لانه هذه بتطبع معلومات عن الريكتانجل، بدك تعتبر الاريا ضمن المعلومات. اوكي، بس الفكرة في الموضوع انه يفترض انه انت تعملها في دالة لحال وتطبع المساحة وتاخذ المساحة وتعمل فيها اللي بدك اياه، بدك تزود عليه، بدك تنقص عليه، بدك تطبعه على الشاشة، بدك اوكي اي سلاش ان. تمام. وهنا اقول اريا وهنا احكي سلام. بدي اعمله او خليني احطه في سطر واحد وبعمل مالتي لاين هناك. في الميثود باراميتر، في الباراميتر اللي انت في استدعاء الداله، لما تعمل انه كل باراميتر في لاين زي هيك بروح برتب لك اياهم، يعني الانتديشن بيطلعهم تحت تحت بعض. هيك جاب لكل كلاس المعلومات تبعته والمساحه، بالاضافه لانه انت في ار 3 جبنا المساحه لوحدها. لو انت معتاد انه انت تجري عليها نمبر. يعني مقصد يا دكتور مجرد ان استدعيت الكلاس ما بيستدعي كل الفانكشن اللي فيه. لا، البلت ان بيجو لحالهم، بس البلت ان بيجو حسب السياق. الاس تي ار بتيجي في الطباعه، الجي تي والال تي والايكوال كله هذا بيجي في العمليات الكومباريزن، اكبر من اصغر من زي هيك. المربع مستطيل ولا المستطيل مربع؟ مستطيل. مربع مستطيل اضلاعه متساويه. تمام.
كيف؟ كيف؟ اللي هو ايش؟ لا بس مش خلي بالك سكوير مش كيوب. بالضبط. حكيت ايش فكرة الاوبجكت اورينتد؟ ليش بنوجع راسنا ونضل يعني ندرس اوبجكت اورينتد يعني؟ هل فعلا مفيدة ولا؟ مش عارف. ما ضلش اكمل في الكود بالفانكشن استدعي بس كود كود ريوز تعامل مع الاكواد. انت عندك كموديولز كل حاجه انت بتعتبرها انه شغله قائمه في حد ذاتها بتقوم بعملياتها، بدك شيء منها بتروح على الكلاس هذاك وبتستدعي عملياته، فبالتالي ترتيب للكود اكثر واعاده استخدام للكود. فيش داعي انه انت تضلك تعيد تكتب اكواد انت اوريدي كتبتها. تمام؟ طيب نيجي الآن في الكونستراكتور. شو بياخد باراميتر؟ بروح بستدعي سوبر كلاس باراميتر المربع هو عبارة عن مستطيل length والwidth نفس الشيء. هاي معنى هذا الكلام. بلزم شيء ثاني؟ بلزم إعادة أكواد كتابة أكواد ثانية؟ نشوف. بدك نديله ديفولت فاليو او ماشي بدون ديفولت، خلينا على انه هذا طول ضلعه 3 وهي برنت. وفي شغله في السينتاكس خليني اتاكد منها هنا. سوبر في الأقواس هل بلزم تعمل إعادة كتابة للسترينج ريبريزنتيشن؟ هل بلزم تعمل الأريا ري إمبليمنتيشن؟ لا خلاص ولا حاجة. هذه استدعاء الانستركتور تبع السوبر كلاس، الكونستركتور عفوا تبع السوبر كلاس. لو انا ايش؟ لو ايش؟ مزبوط مزبوط. هذا الكلام ممكن انه لو بدنا نعمل امبلمنتيشن لكيوب. الكيوب هو عبارة عن سكوير بس بتسع أوجه، 3 دايمنشن 9 أوجه، فبالتالي ممكن أنت تستدعي ميثود من السوبر كلاس. يعني أنت عندك مساحة المكعب، إيش هي؟ مساحة مش حجم، مساحة الأوجه كلها كم وجه هو؟ 6 4 على الجوانب وواحد فوق وواحد تحت، فبالتالي بتجيب الاريا
سوبر زي ما حكى زميلك جيت اريا ضرب 6. فبالتالي كود ريوز، ما تعيدش تكتب اكواد تاني بالضبط، عشان انت لو عدلت في الميثود هديك انه مثلا انه طريقه حساب السكوير انه اختلفت، قوانين الرياضيات اختلفت، فبالتالي بتعدلها في مكان بينزل على بقيه الاماكن بدون انه انت ما تعيد كتابه اكواد تاني. تمام؟ واضح؟ طيب بدي اياك تفكر هالجيب، بس بدي ارد على التليفون شويه، بس بدي اياك تفكر في قصه انه البرايفت والبروتكتد والبابليك، هل بيلزم انه احنا نعملها ولا لا، وفي اي حاله بدنا نعملها. بالمناسبة أنت عندك الـ private، بس مجرد أنه أنت بتعمل underscore خلاص صار private. أنت بتقرأ من هنا كونت السالري؟ طيب class A تمام، بدي اعمل attribute، خليني احكي انه def انا عندي some attribute A small تمام، واحكي انه self dot double underscore private underscore واحدة protected A بتساوي A، وبتروح بتحكي لي انه def set A، وبتقول لي انه self dot لازم تكون شو؟ في الجيت ايش؟ هاي اي واحد بتساوي A تمام، وديته 3. حضرتك بتقول انه لو كان انا عندي، خليني اعرف واحد B، اقول هنا self B تساوي B. كيف؟ وين؟ عفوا 3 و2. فجد حضرتك بتقول انه A واحد دوت البي بتساوي، خلينا نعمل string representation عشان نطبعهم.
تمام معايا. الآن أنت بتقول إنه A دوت B بتساوي 10، نرجع نطبع A1 تمام. والآن بتقول إنه A1 دوت ال A بتساوي 12، هذا كلام مش مسموح. ما تغيرت. طب ماشي ما تغيرتش ماشي. ما انا اللي بسأل، بقول لك يعني ليش بنغلب حالنا وبنحط برايفت، وبقدر انه اعمل هاي تغيرت 12. انت ماشي اي نعم منعتني هنا بس هيني غيرت تمام، بس انت لما غيرتها هنا لما استخدمت الست اي هذا من ضمن الكلاس نفسه وهو درايف فقط في الكلاس، يعني انت لما جيت خارج الكلاس جيت تعدل عليها لا ما ظبطش، بس لما عدلت عليها من داخل الكلاس ظبط عادي شيء طبيعي لانه الدرايف. هذا كلام بناقض الكلام الاول انه سالري اعرضه بس ما تعدلش عليه. لا في حاله الصرف انا بقول كل الحالات حكيت لك اياهم، انه في حاله الصرف بروتكتد انا في الصرف بروتكتد في الصرف كمان، يعني هذا هذا في حاله الصرف. طب في الصرف استدعي الست تبعت السوبر بتعدل عليه ولا لا؟ بتعدل عليه. طب ماشي مش طبيعي لانه انا اصلا سمح له في السوبر ان عامل له انا ست الاي والله واعمل لي هيك. طب ما دام هيك ليش عملهم برايفت؟ انا والله مش ليش يعني هو منهم برايفت في نفس الوقت سمح التعديل انا ما فهمتش نتعدل عليها. كيف؟ هذا بيرد المبرمج هو سمح للتعديل وهي برايفت. يعني المشكلة مش في المبرمج. لا لا المشكلة في المبرمج، المشكلة مش في الكود. الكود هيك سليم 100% صح هيك. كمبدأ هو سليم. مفيش مشكلة. هذا اذا احنا فاهمين المبدا صح. ليش بنعمل برايفت ولا في عندي طريقه ثانيه للتعديل؟ ما تقوليش عدة أشخاص، ما تقوليش إنه مبرمجين معينين ومبرمجين لا، خلاص ما دام إنه عنده أكسس على الأوبجكت نفسه بعرف أوبجكت وبيقدر يستدعي مدالة الست خلاص. صدق انه ممكن تاخذ نفس الادرس او نفس اللوكيشن وتخزن فيه الكيلو. بس في مشكله ممكن ما تاخذ مثلا اوبجيكت بتاع السرعه عشان تطلع الكيلو غير نفس الخطوه. لكن تحصل اوبجيكت لما تقدر تبدأ البيت والست وهو اصلا انا كنت بمش عم بستخدم انا البروتكتد والبرايفت. طبعا انا ما حطيتش جيت وست الا اذا انا كنت في حاله بدي محتاج اعدل يعني. اللي هي ايش؟ انا بدي باي ديفولت يعني زي ما هو باي ديفولت اصلا مش اعدل على الخمسه. الاوفر لود ما يجيش يعدل ثاني على نفس الكلمه كلها. الا اذا انا بدنا بدنا كريتيكال ثينكينج. مبدا ايش؟ هو كده وخلاص ونحفظ زي ما هو. طيب انا هخليك بالتدريج لحالك تستنبط ليش احنا محتاجين برايفت، بس تابع معي في الكود تمام. فهنا
والله ما دام التعديل مسموح من الاساس ما بتوجعش راسك. يعني بروح بعرف بيرسون بي واحد بتساوي والله يا أحمد مش عاجبه اسمه مسموح التعديل مسموح هي البي دوت الاتريبيوت بي والكلاس دوت او الاوبجكت دوت الاتريبيوت او باستخدام داله الستر هي داله الست هي هاي برنت طيب الآن لاحظ معايا ايش بتسوي. هل هذا الكلام مسموح؟ بي واحد دوت الايج ماينس 12 مش مسموح. تمام؟ فبالتالي بدي اضطر اعيد تعريف الكلاس، وما دام انا عندي بحتاج فاليديشن على الفاليوز ساعتها بستخدم الاكسس موديفايرز. هذه بخليها برايفت او بروتكتد. تمام؟ وبستخدم هنا في دالة الست وباجي بحكي هنا اف والله الايج اكبر من صفر ساعتها بعمل سيلف بشكل امن. اذا بتحتاج تعمل فاليديشن على الاتريبيوتس ساعتها تستخدم السيت والجيت. هذا الكلام في البايثون، لانه في البايثون انت بتقدر تعمل اكسس للاتريبيوتس بشكل مباشر بدون لا ست ولا جيت. تحتاج فاليديشن على الاتريبيوتس بتروح بتحطها بروتكتد او برايفت، وساعتها بتطبق الفاليديشن تبعك اللوجيك تبعك هذا بتروح بتطبقه في دالة الست. تمام؟ يعني انت ما بتكشف يعني بتديله قيمه هيك عشوائيه بالضبط. بالضبط. فانت بدك تطبق الفاليديشن ساعتها بتعمله بهاي الكيفيه. وهنا ممكن هذا انه انت تستغني عنه وتطبق داله الفاليديشن وتقول سيلف سيت ايج. تمام؟ هيك انت بتحقق المبدا تبعك. لانه انت بتقول هنا ست للايج، وهنا لاحظ انه انا ما فيش عندي يعني حتى لو انت ما عرفتوش في الكونستراكتور عرفته في مكان ما خلص بضله هذا منبر في الكلاس. في عندك مرونه في هذا الموضوع. تمام؟ خلينا نجرب هذا الكلام ونقول هنا انه هنا الـ else بدي احط انه الـ age بتساوي صفر بهذا الشكل. ممكن اطلع له رسالة كمان انه الـ age لازم يكون انه الـ value تبعته او صفر بتضلها انه هي value. ممكن احطها بتساوي none. nothing.
تمام. هيك انا عرفت بي واحد هاي برنت بي واحد بعديها بي واحد دوت الايج. لا خلاص هيك بطلت اقدر اطلع ست الايج ماينس 20 هنا برنت طلعتها الـ old value. نعم. كيف؟ إيش بدك تسأل تاني؟ يعني تقسم على الـ يعني شو المفترض إنه ما يجيبه ما يعمله؟ لا بعرضه. يعني انت هنا في السترينج ريبريزنتيشن كيف وصلت له؟ وصلت له جوا الكلاس سيلف عرضه فيش مشكله تمام. هيك بنكون خلصنا الكلاسز. اوكي طيب هيك تقريبا بنكون خلصنا البايثون. ضايل المرحله الجايه انه انت تقوي حالك في البروبلم سولفينج تمام. بعديها ان شاء الله بدنا ندخل في الماشين ليرنينج. هذا الكود على طول مباشره بدي اعمل له بوش